وهسه نبدي بالاسئله 13 اللي يحكي عن الارنجمنت اوف ارتفيشال سيت. It is setting up on official seat of on the temporary basis. هو انه رتب او انخفض الارتفيشال سيت الاسنان الصناعية على فد بيسس مؤقتة. اول شيء عندنا جايد لاين بالارنجمنت مال ارتفيشال سيت. اول شيء بالنسبة للمجلري كات عندنا لاين نرسمه بارلل على الفرونتال بلين توصل المارجن اوف ذا انتيتس فابولي اي تو بوزيشن اوف ذا سنتر ابو سنترال انتيتس. أو شيء إنه لاين نرسمه بالموازاة للإنسيتيف بابل يكون بالميد لاين، هذا يساعدنا بالتركيب مال السائل أبر سنترال إنسيدرز. وعندنا ميد لاين إز جراوند فلوزن ميد ميد بليتال سوتشر أند بيسك بيسك أند إنسيتيف بابل. ذيس لاين إز بابليكولر تو ذا فيرست. أو شيء هذا اللي صرنا بالإنسيتيف بابل أكيد إن الميد لاين نرسمه على السوتشر من بريت السوتشر. هاي يكون بالبلكان يعني على واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال. عندنا كناين لاين از ريكوردد اون ذا كاست. عندنا كناين لاين من قبل كناين هما كنا اسم هذا الكاز الخط مال الكناين. بالنسبة للماندبل أكيد عندنا أول شيء اللاين بيكون بارل للفرونتال بلين على الريسيديو والريتش، هذا يساعدنا على بترتيب المادبل سنترال انسايدرز اللي هو هذا. اما السكند فور بوينت ديستال للمادبل كناين، هذا النقطة انه المادبل كناين. واما عندنا اللاين اس دراون فولو كاست من الفيديو افيرج البوستيرير اس مادبلر بعد ان ذا ميد لاين اي تو بوكو لينجوال بوزيشن للمادبلر بوستيرير تيث اللي هو هذا الخط هذا. وعند اللايت that basic on the vertical height للفرومانديبولار بات هذا establishing the vertical position on the occlusal surface of the CRT اللي هو هذا يحدد لنا الهايت والارتفاع. نجي هسه بالنسبة لتركيب الأسنان، راح ندي ترتيب الأسنان الكيريا. أول شيء arranges provide، أول شيء power lip support دعم للب permanent secretory phonotics يحدد او شلون انه يسمح بتصحيح الفونتكس الاخطاء اللي تصير بالسبيتش. placing بال specific نجي هسه نرتب الاسنان الاخيرة راح احكيها بشكل مختصر. نحتاج الى frontal view horizontal view و occlusal view. اوكي بالنسبة للfrontal view فهي لازم تكون سنتر انتيتال بالميد لاين مال الكاست مذكورة على الاوكلوجال بون وتكون يعني كاتش الها تمام. اما بالنسبة للاتر فيو فيصير لازم عندنا لاتر انكلينيشن يكون نسبة 5 مللي، هذا لاترال يكون عندنا انكلينيشن نسبة 5 مللي. شوفوا وعندنا هوريزونتال فيو فعندنا التو سنتر انتيتال لازم يكونون على الارش كيرفجر تمام. وعندنا 2 سنترال انسايزر وفي 8 الى 10 انتيريور سنتر اوف انسايزر كوبل، من 8 الى 10 قدام الانسايزر كوبل. الابر لاترال فلازم انه تكون 1 الى 2 مللي فوق الاوكلوجال بلين. نترال ديستال انسانيشن يعني اقل من الانسايزر. اما بالنسبة للساجيتال فيو فأكيد المفلر لاترا لازم يكون من سلايت ليبل انكلينيشن تقريبا 20 درجة او درجة يعني اما بالنسبة للكلوز اوف سيكلس لازم يكون من نير السيرفايكال اريا يكون الديستال اجمنت بروسيدد لينجوالي فورم ذا ارش اوف ذا كيرفجر. نجي للكناين فهو لازم يكون تاتش للكلوز اوف بلين. السادس الأساس هو لازم يكون long is vertical الاوكلوجال بلين هو يكون perfectly prominent يعني هو بالكورنر مال الماوس. هو أماكن يسوي الانتقال transition للأنتيريور للبوستيريور. نجي بالنسبة للأرنجمنت مال اللور أنتيريور زي في كان الأبر. هسه نجي اللور انسايدر فالفرونتال فيو يكون vertical على الميد لاين considered with the maxillary midline ويكون انه يعني شلون
الطبقات بين المكسلوري ميدلاين. أما بالنسبة للفاز التلفيو فيكون أكيد هي الليبيال إنكلينيشن. عندنا الفازل إيش لازم يكون عرضها 2 ملي يسبيع فيرتيكال أوفرلاب أو أوفرولد و 2 ملي بالهوريزنتال أوفرلاب أو أوفرجت إنكلينيشن في مكسلوري سنترال إنسايدر. هذا تعريف مهم أيضا الأوفرولد والأوفرجت. الأوفرولد هو الفيرتيكال لاب أوفرلاب اللي هو هذا المسافة منا لهنا. هو vertical extension of the upper anterior teeth over the lower anterior teeth بال vertical direction حيث إن تكون إنه when the opposing posterior teeth are contact the centralis occlusions. هذا الأوفرجت. نجي من في الأوفرجت هو horizontal overlap اللي هو من هذا إيش بطول هذا بالعروض. هو projection of the upper anterior بنويز the antagonist in the horizontal direction. تمام؟ نجي بالنسبة للور لاترال انسايدرز فأكيد راح يكون أول شي vertical and long axis مال occlusal plane بالساجيتال أكيد بهن ثلاث label inclination. عند الانسايدرال edge لازم تبين 2 مليم على الهوريزونتال يكون بها overlap ventral overlap أو نسميه overbite على الأبر فيترال انسايدر. أما الهوريزونتال view فأكيد يكون بها rotate lingually يعني تمشي شوية جهة اللينجوال وعدها كابيتال غير ارش يعني. نجي بالنسبة للور كناين بالنسبة للكروتال فيو هو سلايد ديستال انكلينيشن السب مال اللور كناين هذا يكون اميرجد بين ابر لاترال انسايدر اند ابر كناين هنعرف ان المكان مالته وين يصير. اما بالنسبة للساجيتال فيو فاكيد لازم يكون في سلايد لينجوال انكلينيشن بالنسبة للهوريزونتال فاكيد راح يكون ويا السيرفايكال اريا يكون مبين. The arrangement of the anterior teeth follow the form of the arch which is either square or tapered or offered. عندنا الترتيب مال anterior teeth وهو يساعد أو يوصل إلى الشكل مال الأرش إذا كان square or tapered or offered. نجي بالنسبة لل arrangement مال posterior teeth فعندنا correct placement of the posterior teeth is important for position and stability of both upper and lower dentures. Prior to the arrangement of the posterior teeth must be understand to some defect position with the state of posterior arrangement teeth. هاي معنا بيأسه. نجي بالنسبة للكيرف بشار أو كيرف أو سبي. كيرف أو سبي هذا هو imaginary line موجود من anterior للposterior curvature of the occlusal surface. The teeth beginning من المانديبول كناين وينتهي بالبكال كاف of the premolar and molar continuum to the anterior border of the ramus of the mandibles. كمل هيك يعني كمل premolar molar. The correct orientation of the occlusal plane will optimize aesthetic function and occlusal plane. وعندنا فيرشن فونولوم مون هو بي كيرف بالبوستيريور اريا هذا الفراغ اللي يصير بيناتكم بليس موجود بالناتشرال دنتيشن بين الاوبنينج بوستيريور بارت اوف الكلوجر وين روت الماندبل بوستيريور اوبن بايت ان اوردر هذا بوستيريور اوبن بايت دون فور اند بوستيريور اوبن movement of the mandible, they conflated, curve should be made. نجي بالنسبة لل composition think curve. هذا يصير بالعرض. هو anterior posterior and medial lateral curvature which produce during the lateral movement مال mandible jaw ويطور بالدبلوم البالانس of occlusion. Determined by inclination of the posterior teeth their vertical relationship occlusal plane. The occlusal plane. عندنا two curves اللي هنا anterior posterior وعندنا medial lateral. Anterior posterior و medial lateral. عندنا ال curve of Wilson اللي نسميه lateral curve. فهو يكون هو جزء من ال curve عن converging curve. يكون medial lateral form one side خالص. يعني ما منه؟ of the arch other side. This curve
for opening or that occur in the lateral movement is made. هذا الكلاب يحدث من يصير في lateral movement للجو. نجي هسه نركب الأسنان البوستيريا. أول شيء هي the lower posterior teeth is arranged before the upper posterior teeth. هذا ال lower posterior teeth لازم نرتبها بعد ال upper posterior teeth. أول شيء ال line of the crest مال ال lower لازم نسويها قبل ال upper. أول شيء line مال crest of the lower residual ridge extend من middle of the retromandibular gap للتب مال اللور كنان، يعني من النهاية للتب مال الكنان يمر بالسنترال جروب لور بوستيريور تيث. هذا اللاين اكستند من اللور كنان and the upper two third less from the middle away مثل الهاي مال بوستيريور تيث. نجي هسه الارانجمنت اوف لور بوستيريور تيث. اول شيء نجيب المادبل فيرست بريمولر. أول شيء يكون برامبيديكولار للأكلوزر 2 التب مال البكا أساس تكون 1 مليم أقل من الكناين والتب مال الكناين السنترال جروب يكون ويا السنترال بسيج ورد. نجي بالنسبة للمانديبل سكند بي مولر وهو يكون should be arranged in the same way of the first بي مولر. هذا يكون مرتبة بنفس الطريقة مال الفيرست بي مولر. نجي بالنسبة للمانديبل فيرست مولر the medial buccal cusp يكون أقل بواحد مليم من الديستو buccal cusp والديستو buccal cusp يكون أقل من نص تحت الميدلاين. مانديبل سكند مولر هو الميديو buccal cusp يكون نص مثل الديستو buccal والديستو buccal يكون تحت للناين. أما المانديبل فيرست and سكند مولر هي slightening or inclination given lateral curvature or curve of wisdom. بالنسبة للفيرس والسكند مولر لازم تكون شوية خير لجهة اللينجوا حتى تعطينا اللاترال كير او سمي كير او ويلسون. نجي بالنسبة للأرانجمنت مال البوستيريور تيث الماكزيلاري فأكيد نبدي بالبوكال كاش. هي تكون موجودة بين البوكال اميرجنت بين المانديبلز امبريشر اريا بين المانديبل فيرس عن سكند بري مولر ولينجوا كاش لازم يكون امبريشر للسين تيث. يعني هاي نعرف ان الاسنان المجزلة تكون على القاحة بالمانديبل. اوكي هاي المخطة بيها هنا والعدش مرتبة سكند بري مولر فيكون للينج كاش والديستريتد بتوين امرجن بتوين سكند بري مولر والمانديبل فيرست مولر. اما ماكزيلر فيرست مولر فهي مش البكال كاس مالتها تكون بالبكال جروب مال المانديبل فيرست مولر والميجيو لينجوال فهي تكون بالسنترال فوسا مال مانديبل مولر. اما الماكزيلر سكند مولر فهي بيجيو بكال بالبكال جروب مال مانديبل سكند مولر والميجيو لينجوال فهي تكون بالسنترال فوسا مال المانديبل سكند مولر. الارانجمنت مال بوستيريور تيث will provide maximum contact between the occlusal surface of the lower and the upper teeth with centric occlusion. نجي عندنا الايرور اللي تصير بالارانجمنت مال الاسنان. هاي مهمة يعني هاي الاهم اهم شيء بهذا الاكسبريت انه هذني اللي هي بالاضافة للتعب مال الاوفر جيت والاوفر بايت وال مال الكيرفات اللي هو كيرف او سبي كيرف او ويلسون والبقيات وهذني كومون ايرور بالارانجمنت اوف ذا تيث. اول شيء بليسنج the mandibular anterior teeth to labial inclination to meet the maxillary anterior teeth. The labial inclination يكون كلش هواي. عندنا mandible shift the anterior teeth. عندنا anterior teeth يكون shift midline مالتها بحيث انه يصير كلش غلط. edge to edge contact the anterior teeth. The anterior teeth لازم يصير بين over to over watch. بس هنا ممكن يكون edge to edge contact هاي يعني غلط. فيلر للميكانين بالترنينج بوينت اوف ذا ارش خاصة بانه انسوي الكنان
نطق الانتقالي مال الارتش. الفيرب استبلش مال الكروزر ثينج بليسينج ذا مانديبل بوستيريور تيث مور لينجوال انكلينيشن. هذا راح يسبب كانت انترفيرنس للمانديبل نيتشر وبالنتيجة راح يصير بي ديسبليسمنت. وبليسينج ذا توث اون ذا ماكسيلري سكند مولر اريا اون ذا ماكسيلري بس. وممكن انه الماكسيلري سكند مولر يكون بالمنطقة مال الماكسيلري تيوبوسيتي، هذا هم يكون خطأ. وخلاص.